أزمة نقص إمدادات الوقود والمواد الغذائية في المملكة المتحدة تؤججها أزمة ارتفاع أسعار الغاز العالمية، مما يثقل كاهل العديد من المواطنين القلقين من ارتفاع أسعار فواتيرهم في فصل الشتاء. لها تأثير كبير، يعني لأنه خاصة نحن هسه الظروف الاقتصادية بكل مكان، إجت كورونا هو أوردي، هي يعني هي الناس هسه حاليا الوضع الاقتصادي سيء وإجت هاي الأزمة. وأنا بصراحة صار لي تقريبا أكثر من 20 سنة بهالبلد هذا، ما شفت هيك أزمة بصراحة. يعني أول حاجة هو أثر فعلا، يعني أزمة الغاز وأزمة الوقود، يعني كل البضائع اللي بتجي من خارج بريطانيا الحين يعني أسعارها بقت غالية جدا جدا. وأدى ارتفاع أسعار الغاز في بريطانيا إلى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى أرقام قياسية، حيث تعتمد البلاد على محطات الطاقة التي تعمل بالغاز لتوليد ما يقارب من نصف طاقة الكهرباء. كذلك أثر الارتفاع على عمل شركات توريد الطاقة وإغلاق أبواب بعض مصانع الأسمدة التي تنتج ثاني أكسيد الكربون المستخدم في حفظ الطعام، لكن الحكومة قالت إن الأمر هو انعكاس لأزمة عالمية، كما أنها تبحث كيفية الخروج من هذه الأزمة. أعتقد أن الوضع يستقر، وأظن أن الناس يدركون أن هذا سيمر، ونحن نركز بشدة على التأكد من الخروج من الأزمة. لقد فعلنا ذلك حتى بما يتعلق بتوفير سائقين من الجنود. نريد فقط التأكد من حصولنا على ما يكفي من البنزين، مما قد يعني في الواقع أن لدينا ما يكفي من العرض. وأدت زيادة الطلب على الغاز بعد عودة حركة الاقتصاد في دول من بينها الصين وماليزيا إلى ارتفاع الأسعار في أنحاء العالم، لكن تزامنها مع أزمة نقص الإمدادات في بريطانيا يزيد من احتمال وجود نقص حاد في توافر الأغذية والتدفئة، خاصة في فترة أعياد الميلاد. أزمة ارتفاع أسعار الغاز ونقص أعداد سائقي الشاحنات الثقيلة التي أدت إلى نقص في إمدادات الوقود تنذران بفصل شتاء صعب في بريطانيا، خاصة أن جمعيات الطاقة تحذر من خطر إفلاس بعض شركات الطاقة الصغيرة، داعية الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للخروج من الأزمة. جمان العزاوي، الحرة، لندن.